كل المؤسسات الحكومية دمرت وغاب موظفوها من أعمالهم فور الانقلاب الحوثي، إلا شرطة السير تواجد رجالها بالشوارع والجولات لخدمة المواطن والوطن، ووقفوا كنوات لكل المؤسسات التي أتت فيما بعد، واستعادت عافيتها اليوم حتى أصبحت شرطة السير تقدم خدماتها للمواطنين طوال العام سواء في الشارع أو في مكاتبها. قمنا بتجديد كثير من الوثائق، اصدرنا في حدود 9000 رخصة، أرقام أكثر من 1000 رقم سيارات، تجديد وثائق 23000 وزيادة بالنسبة لتجديد الوثائق، ملكيات نقل ملكية وإعادة تسجيل ملكية في حدود 5000، كروت بدل فاقد ومنتهي وإلى 6000 كرت. كان المردد المالي لهذا لذا في حدود يعني مبلغ 134 مليون، هذا الردات اللي صالح السلطة المحلية وللطرف البنك المركزي، بفارق كبير عن العام السابق فتقريبا حدود أكثر من 20 أو 30 مليون. مباني شرطة السير دمرت بالكامل وبدأ العمل من الصفر، ويأملون خلال العام الجديد 2022 ميلادية أن تبنى إداراتهم من جديد وتكون خدمتهم على مستوى راق وبما يستحقه المواطن الذي أصبح أكثر وعياً والتزاماً بحركة السير وتعليمات رجال المرور. يا أخي لو اشتغلتنا وأنت حتى إن شاء الله بطاقتنا ب20% من طاقتنا، لو أحسست المسؤولية صدقني بنحقق الأشياء التي نسوي لها، وبنحقق أهداف الوظيفة العامة، بنحقق للمواطن خدمة، بنخرج وحنا مفتخرين ومسرة في الوسلم بأننا خدمنا تعز وخدمنا اليمن. عندما التكاسل والتراخي والتضرع بحقق هنا وهناك يعني ما أعتقد أنه عائق على العمل، إنما من ضمن اللي عقلنا في عملنا هنا عدم توفر الإمكانيات، وهي السيارات والدراجات والدوريات والإنشاءات، أوعدونا خير إن شاء الله في محافظة المحافظة. إنما شيء مهم جدا لما تكون وسيلة المرور موجودة، يحدث القضية السيارة والدورية تحقق عمل أكثر يعني بحدود سريع من فرد المرور. يعملون بلا رواتب لأشهر طويلة وبلا ميزانية تشغيلية، ورغم ذلك يتواجدون كالنحل، منفعتهم للجميع وتعبهم يتحملونه منفردين.